الشيء اللي تقبله نفوسنا في السر ونخاف من اطلاع الناس عليه ده يبقى اسم. هو في حد بيطلع حد على ما في نفسه يا دكتور؟ اللي بيعمل عمل شريف ما يخافش من اطلاع الناس عليه. الخوف من النقة والحسد، احنا في زمن الغيرة والناس قلوبها مليانة حقد، وداري على شمعتك تقيد، الرك على النية. انا بقى في نيتي ما اعملش الخلطة دي تاني. اهي دي بقى تبقى اكبر خلطة خلطتها في حياتك. انا بتكلم جد. طب طول بالك لما نشرطن لنا شرطين تلاتة. شرطين تلاتة؟ عشان نشرشر بيهم شراشير الشهرة. يبقى شرطنهم لوحدك. منين؟ طبعا، ما انت عايش على كيفك وبتصرف بالهبل. الهبل هو اللي انت عايز تعمله. ما تحاولش. ربنا بعت لنا حنفية الذهب، عايز تقفلها ليه؟ يا بتاع الكيمياء يا ناشف. ما انا لازم اقفلها قبل ما تغرقنا. طب علمنا افتحها ازاي ولا اعوم فيها. اعوم؟ ما انت طلعت غبي ومعرفتش تتعلم. نحاول كمان مرة. صدقني ما انتش هتعرف. العملية مش عملية خلط ونسب وبس، دي عملية فنية معقدة جدا ما يقدرش يقوم بيها غير واحد كيميائي، ومش أي كيميائي كمان. طب شغل الكيمياء شوية كمان عشان خاطري. لا ما تفقدنيش، أبوس إيدك. شغل الكيمياء. مش هي دي الكيمياء اللي طول عمرك بتتريق عليها وعلى اللي تعلموها؟ كنت جاهل غبي ما عرفش حاجة، لكن هصلح غلطتي. تتجوزها؟ لا هدلعها، هدلع الكيمياء. تدلعها إزاي؟ هعبلها شريط ثلاث ساعات مش هغني فيه غير كيمي كيميكا وكيمي كيميكي وكيمي كيميكو وكيمي كيميكو وكيمي كيميكي وكيمي كيميكو وكيمي كيميكي وكيمي كيميكو وكيمي كيميكو وكيمي كيميكو وكيمي كيميكو وكيمي كيميكو وكيمي كيميكو وكيمي كيميكا وكيمي كيميكي وكيمي كيميكي وكيمي كيميكو وكيمي كيميكا وكيمي كيميكو وكيمي كيميكا وكيمي كيميكو وكيمي كيميكا عظم الكيمياء يا وكيمي كيميكي زغرت الكيمياء بي وكيمي كيميكا وكيمي كيميكو وكيمي كيميكا وكيمي كيميكو وكيمي كيميكي زغرت الكيمياء بي وكيمي كيميكو ما تحيوا كيميا يا هو وكيمي كيميكا وكيمي كيميكو وكيمي كيميكا وكيمي كيميكو الكيمي كيميكا عظم الكيمياء يا الكيمياء شبعتنا ودقنا البكالا الكيمي كيميكا والكيمي كيميكو الكيمي كيميكا والكيمي كيميكو الكيمي كيميكي زغرت الكيمياء بي الكيمياء ما جهتنا وارتحنا في الشاليه الكيمي كيميكا والكيمي كيميكو الكيمي كيميكا والكيمي كيميكو الكيمي كيميكو ما تحيوا الكيمياء هو بالكيمياء عملوا اللحمه والقشطه والجاتو الكيمي كيميكا الكيمي كيميكو 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 الواد ده هيلون معانا ولا ايه؟ بيقول البنت بتعمل عملية في المستشفى وما سلمتوش حاجة يوصلها الأسبوع ده. بكرة الصبح هتجيبولي هنا يا بني. الباص الباص سليم الباص التاجر الكبير اللي بيشتري مننا الخلطة. وده عايز منك ايه ده؟ ربنا يستر بقى، تلاقيه اكتشف حقيقة الخلطة اللي اتخم فيها ولو يعلقني زي خروف العين. يعني ايه اكتشف حقيقتها بعد 4 شهور؟ امال عايزني ليه؟ بيني وبينه ايه؟ خلاص خلاص، ولا تروح له ولا تسأل فيه. ما اقدرش. ما تقدرش يعني ايه؟ لانه هيجيبني من قفايا من تحت تقطيق تقطيق الارض. يجيبك من قفاك ازاي يا ابني؟ عبده الكرف فهمني انه مش سهل وان الدم عنده رخيص. ليه؟ البلد ما فيهاش قانون؟ يابا يابا القانون بتاع الناس دول الدراع والسكين السكين. ما تيجي معايا تشوفه معايا و ليه شوفه دي؟ امال يعني هتسيبني على روحي لوحدي؟ ما انا قلت لك يا خلاص ما تروحلوش. ما اقدرش. قلت لك انا مطلوب، انا مطلوب. الوضع عبده الكرف لما كان بيبلغني كان بيبلغني وهو بيترعش. ما تيجي معايا و اجي معاك ايه؟ انت اتجننت؟ انا ماليش في الناس دول خالص. مطلوب منك طن طن بمليون جنيه والعربون جاهز. ايوه بس طن ده يعني ايه؟ كتير جدا. اجيبه منين؟ من مطرح ما بتجيبه. انا ما بجيبش يا باظ بيه. يعني ايه؟ قصدي مش انا اللي بجيب، الست هي اللي بتجيب، انا واسطه ليس الا يعني. على فكره عين الشكروت بيسلم عليك. عين الشكروت جوز الست؟ ايه ما تعرفوش؟ انا اسمع عنه بس. غريبه، ده وصاني عليك وانا بزوره في السجن. علي انا؟
وقال لي انك جدع مجدع واقف جنب مراته وعياله بمجدع. يظهر ان حضرتك تعرفه كويس. كان صبي من صبيان اللي ما في الحوش. انا احبه علشان ظريف ودمه خفيف زيك. تعيش يا باصي بيه. هي الست هتقوم بالسلامة امتى؟ ست؟ ست مين؟ مرات الشكروت. بلغني انها راقدة في المستشفى. دلوقتي نقوم ناخد العربية ونطلع السنبلاوين وتقول عليها. مش واجب برضو دلوقتي؟ مش هنتأخر. انا عارف انك مشغول ومش عايز اعطلك. اتفضل. انا ملكك يا باصي بيه. وحفقع لك عين. تفقع لي عين؟ عين الشكروت. لا ديري مش موجود. ايوه رحت مشوار. حاضر حاضر. مع السلامة. مين يا صلاح؟ دي ليلى صاحبتك. طب قلت لها مش موجوده ليه؟ عشان ما عنديش استعداد تقعدوا تلغوا ساعتين في التليفون وانا منتظر تليفون مهم. مهم من مين؟ انت كل حاجه هتعمليلي فيها تحقيق؟ دي ما بقتش عيشه دي. كنت فاكرني مغفل وبشتري كيلو الحنه بألف جنيه. العفو يا باظ بيه. هو كل من ركب الحصان خيال؟ لا طبعا. ولا كل من مسك الحنه طباخ. انا بدفع تمن الطبخه الحلوه المسبكه اللي بنخم بيها الارياف ونبيعها شعبي وماشيه علشان رخيصه. واللي بيشربوها بيستفيدوا ايه؟ دي ما فيهاش اي سطل. اللي بيشربوها الدنيا سطلهم قبل ما يقعدوا يتسطلوا. همال عايزين يتسطلوا ليه؟ غاويين يبقوا مساطيل. غاويين زي ما انت غاوي المغنى. وعرفت دي كمان؟ اخبار شريتك ايه؟ هسجله كمان يومين. يبقى نسيبك لاخر الاسبوع عشان تروح وتفضى وتسبك لنا الطم. مش انا اللي بسبك يا باظ بيه. امال مين؟